سينا والعيد ماشي لبغينا سينا والعيد ماشي لبغينا. نتساءل والسؤال موجه لهؤلاء يعني المسؤولين الذين أصموا آذانهم تجاه قضية عادلة، إلى متى هذا التجاهل الذي يعني أصابنا باليأس؟ لماذا يقولون في صلاتهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهم كسروا قلوبا وأحرقوا أرواحا؟ صعب يعني تكسر، صعب أن تكسر قلب إنسان وأن تعيد له زهرة شبابه. نتمنى من المسؤولين أن يعيد لهم يعني تعود لهم ضمائرهم، وإني لا أراها أقسى من الحجارة، وإن من الحجارة لأشد يعني لما يلين من رحمة الله. وهؤلاء يعني المسؤولون ينظرون إلينا من برجهم العاجي يعني وهم يتجاهلون هذه القضية العادلة وهي المطالبة بحقنا في الوظيفة. ماذا نقول لأمهاتنا وهم ينتظرون منا أن نأتيهم بأخبار الجميلة ونحن على مشارف السنة الثالثة؟ أتمنى أن تصل هذه القضية إلى تلك الآذان الصماء والقلوب القاسية التي تشبه الحجر كما قلت، وأن يأتينا الفرج عما قريب، لأننا وصلنا إلى درجة اليأس، يأس من هذا البلد الذي لا نعلم هل نحن مغاربة بالهوية والسلالة أم مغاربة بالحقوق المهضومة. مناسبة هذا النزول هي الاحتفال باليوم العالمي للتعليم العالي، وهذه سنتنا الرابعة التي نأتي بها إلى العاصمة الرباط لنحتج أمام مؤسسات التعليم العالي وأمام مؤسسات أخرى للمطالبة بحقنا المشروع الذي تم إقصاؤنا منه أو حرماننا منه منذ سنة 2015، يعني طيلة 7 سنوات ونحن مقصيين. أولا نطالب بجبر الضرر الذي لحقنا طيلة هذه السنوات لأنه تم إقصاؤنا بدون مبرر مشروع 7 سنوات ونحن مقصيين، ولم نجتاز العديد من المباريات التي كان بإمكاننا أن نجتازها وألا نتواجد هنا من الأساس. طبعا إذا كنا في بلاد المؤسسات التي نتبجح بالدعاية له إعلاميا، فنحن هنا منذ 4 سنوات ونحن نناضل من أجل حقنا المشروع ولم نرى مسؤولا نزل لكي يتحاور معنا، وبالتالي نحن محاصرين وليس عندنا ما نخسره. يعني الغضب واليأس يتصاعد إلى أن يبلغ مداه وتكون له نتيجة محتومة، هي أنه قد نتأثر بها نفسيا وقد نقدم على أشياء يعني لا تحمد عقباها، لأن يعني المؤسسات الدولة تحاصرنا ولا أحد من المسؤولين كلف نفسه بأن ينزل لكي يتحاور معنا ويجد حلا لملفنا الذي عمر طويلا منذ سنة 2015 ونحن يعني محرومون من حقنا. اللي سابح واللي سابح اللي سابح واللي سابح اللي سابح واللي سابح اللي سابح واللي سابح.